بطبيعة الحال في هذا المجال بالدرجة الأولى. أستاذ فاضل عبد المجيد، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ومدير سابق لهذا المعهد. هذا الكتاب الذي هو موضوعه اقتصادية التلفزيون بين متطلبات الخدمة العمومية وإكراهات التمويل، يحاول أن يرسم الخطوط العريضة للجوانب الاقتصادية للمقاولات التلفزية. في البداية يحاول أن يبين لماذا التلفزيون هو قطاع متميز عن باقي القطاعات الأخرى، وهذا التميز يأتي بالأساس عن طريق سوقه وعن طريق منتجه بالدرجة الأولى إلى جوانب أخرى تدخل السلطات العمومية. وبعد ذلك كذلك حاولت أن أعطي ما هي الخطوط العريضة للمنظومة الاقتصادية للتلفزيون، وما هي التلفزيونات السائدة، النماذج التلفزية السائدة في المأزال، عن طريق دراسة النموذج الأمريكي ودراسة النماذج الأوروبية الأخرى. في نقطة ثانية تطرقت إلى إشكالية التكاليف، فالتلفزيون هو صناعة للتكاليف ثابتة مرتفعة تتطلب إمكانيات هائلة وترجع بكلفة مرتفعة جدا، وفي هذه التكاليف البرمجة هي التي تستأثر بالحصة الأسد من التكاليف. إذن حاولت أن أدرس تكاليف البرمجة بمختلف أشكالها، سواء إنتاج الأعمال ديال الخيال أو الوثائقي أو أفلام التحريك ومنتجات سمعية بصرية أخرى. وإشكالية ثانية في التكاليف هي حقوق نقل التظاهرات الرياضية التي عرفت ارتفاعا كبيرا في السنين الأخيرة. حاولت أن أبين كيف تحدد هذه الحقوق والأسعار ومن هم مختلف الفاعلين. في نقطة تالية حاولت أن أتطرق إلى إشكالية التمويل ديال المقاولات الإعلامية، لأنها هي إشكالية أساسية تطرح بحدة بالنسبة للقنوات، خاصة القنوات العمومية. وهنا تطرقت إلى مختلف موارد التمويل الممكنة، بداء من تمويل عن طريق الجمهور، إما بواسطة الرسم على السمع البصري أو بواسطة ما نسميه الاشتراكات. ونقطة ثانية تطرقت كذلك إلى إشكال العائدة التجارية التي تأتي أساسا من الإصهار، وما هي علاقة الإصهار بالإصهار، وما هي تأثيرات هذه العائدات وعلاقتها بنسب المساعدة. كما حاولت أن أطور بطبيعة الحال وأعطي معطيات حول قياس المساهدة والعلاقة بين المساهدة والعائدات الإشهارية. كما ختمت هذا الفصل بدراسة موارد تكميلية أخرى، من بينها تمويل الدولة، الحقوق المشتقة، المقايضة إلى آخره. في نقطة أخيرة تطرقت بطبيعة الحال إلى محاولة معرفة ما هي الوسائل المتاحة للقنوات التلفزية من أجل تدبير القناة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.